كيف يمكن لممارسي الاقتصاد الفردي الجديد تحقيق النجاح حسب يعني رأيكم؟ صحيح، طبعا نحن في عصر الإنترنت، ويعني أجمل صفات الإنترنت هو يعني ممكن يستفيد الناس عامة من هذا العصر، هذه التكنولوجيا الجديدة بكل السهولة. لكن لا يعني ذلك سهولة النجاح، لأنه كأصحاب الأعمال هناك أشياء وظروف لازم تحترمها وتتعرف عليها، نسميها عناصر أساسية أو أساسيات. مثلا لازم أن تحترم القوانين والمعايير وتحترم السوق المنضبط، هذه أشياء كأساسيات مهما كانت مهنة، مهما كانت أنماط التجارة أو أنماط الاقتصاد. أعتقد الاقتصاد الفردي الجديد لازم يحترم هذا القانون الأساسي. على هذا الأساس أو إلى جانب ذلك، هناك أسباب تتعلق باختيار، وهذه أشياء أو هذه الأسباب أو ظروف تتمثل في مفتاح النجاح لأي أعمال. مثلا إبداع والتجارب والتعرف، أعتقد أهم من ذلك يعني التعرف على احتياجات السوق وكيف تتخذ رد الفعل أو المبادرة أمام هذه الاحتياجات. وها هو يعني سر النجاح، أو يعني سر لكن ليس في شكل السر، لكن يحتاج إلى تصميم وتعرف ويعني تجارب حقيقية. أعتقد لأصحاب الأعمال الذين يمارسون اقتصاد إنترنت زائد أو تسوق شبكي أو تجارة شبكية، لازم تتعرف على هذه البيئة وهذه المعارف.